العدد السكاني بتاع ذهيبة تقريبا لا يتجاوز 3000 ولا 4000 ساكن. الترسانة الإجرامية اللي هبطت لسكان ذهيبة معناها يفترض أنها تهبط للمحتل. وهيبة الدولة واللغة هيك هيبة الدولة شوفوه كان هنا، شوفوه كان مع الفقراء. الغاز شيبينا وصغارنا وفي ديارنا كلام بذيل، ناس مش متربية يجيبونا فيها. اش قلت لك 800 متر وناس وقع مزهنياتي ونسوين ناس تحشموا بعضها، كلام خايب وحركات مش باهية ومنه ومنه. هذا يعني حاكم بتهرب لو اللي تهرب منه تتحشم باش يدير حاجة زي هذيك. انت تنحشم، اني واحد من الناس والله ينحشم فالير متاع عون امن وتوصل تتكلم بكلام زي ذاك، والله مأساة. هذهم اللي داروا، هذهم اللي بيدخلونا الدعشرة، احنا داعش ما ندخلوهاش. هذه الدولة اللي نستنوا فيها، هذه فال وهذه شتاي. وما طلبنا حتى شيء، ما طلبنا حتى شيء، ما طلبنا مشروعة يا ناس. ما قلتلكش اعطي، خليني ناكل خليني نعيش. احنا يا اخي، يا اخي انت راه شنو في ذيبه شفت شنو؟ يا اول كما قالوا راه شنو وقع صحيح. وقع احنا من ايام التصور ما شناش مسؤول هنا شيء، هو وقف وسط البلاد الى حد لا. انا عندنا 4 سنين مستحيل كان شيء مسؤول هنا واجتمع بالمواطنين هنا ولا بالشباب وقال انا نحكي معك. الوالي ما نعرفوهش، يجي ويمشي ما نعرفوهش. الوالي والله ما نعرفوه، كان هذا نصب المعتمد باهي. انا واحد من الناس، انا احد المواطنين ما نعرفهاش باهي. ينوض هو يقول خلي ينسحب، ينسحب الدفاع وخلي الداخليه تخدم. حتى هو يبغى يكملنا يقتلنا، حتى هو يبغى يكملنا. قول له زيد دير حطيت كلاشن وتعال مع الداخليه يقتل. الحمد لله العلوي الناطق باسم وزير الداخلية، نطلب منك وقت تاخذ المعلومة تاخذها من مصدرها، وقت تقول المركز بتاع الأمن العمومي تحرق يا سيد، وهنقولوها لك بصريح العبارة، المركز حرقوه أعوانك، تسكر عليهم رئيس المركز حرقوه وقت يزدوا ظاهرين، ووقت وبالعكس الشباب اللي جاي بيطفي فهمت الله النار خشوا لقوا البيرة، مركز سيادة فيه البيرة. شهد العيان قول موجود، موجود شهود العيان وموجود الناس كل بناءات متداعية للسقوط محروقة من أيام الثورة، من أيام محروقة من أيام الثورة ونسبت إلى أبناء المنطقة في اللحظة هذه. ما يسكنوش فيهم قرار هدم غير صالح. سيدي ربك لقينا عون تجيب. والبناية التي يسكنها الأمنيين موجودة والحمد لله سليمة ولم يمسسها مس. الشيء اللي حكي عليه سيد عربي هذاي اللي قال بالمقر جاي مش يقتحموه مش يخطبوه، انا فسر المقر مع سيد مدير الاقليم ومع سيد رئيس المنطقه ورئيس الفرقه. انت موجود فما انا موجود فما على عين المكان موجود لاجل لاش مشينا باش عقلاء البلاد الكبار مشينا باش نعقلوا الطرفين نلقوا حل معناها جذري باش نركحوا للامور هذه. ما راعني الا عون امن جايب بوست غاز يقول لي اصبح ذهبتش بالشعب، بوست غاز قلت له ما يفجروش بها ذهبات، وهو دبوس الغاز تابع معناها للديار بتاعي شو جابوه من الديار ثمكتي وفارغه وهز ياكل خفاها على الـ على الـ على الخزان تاع الوقود وليس المنطقه وليس مدير الاقليم موجود ياكل خفاها ثم الواحد وتعمل في زيت انسان هكي باش معناها يفجر المركز باش يقولوا فجروا ذهبات. بالضبط راهو يعطيك مستوى الانحطاط نتاع الزمره اللي جابوها هذه نتاع العوان هذه اللي جابوهم نتاع تدخل مهم باش نون ديسيبليني بالعربيه. ما عندهمش انضباط خلاص، معناها المراه نتاعهم معناها عباره عن حجر، ما ثماش اوامر، لا الامر يعطي امر ولا العون يطبق. الكريموجان لوين وصل؟ وفى عليهم الكريموجان، دخل البيرو لداخل، المخزن الداخلي يجبد في الكرتوش وحط فيه في جيبه كأنه المشكوط. معناها ما ثماش كرتوش يخرج، راه كرتوش، لازم يصحح ليه.
ويعطيه الامر هو باش يخرج ولا ما يخرجهاش. مخرج لهم تيفان باش يركبها فوق المركز. هذه الرساله متبلغ خلا ويجي العين المكان يشوف المقرات تحرقت هذه وهذه الكره تحرقت يجي يشوف العين المكان. يا طلب تعلف زاجيه بلاش فلوس يطلب يجي اللي يحبه هو يجيه بيوت نوم تاع عينهم نجيبو لهم فيها حني بما انه ما يقدرش باش يشري فهمت نجيبوها له حني اقسم بالله نجيبو لهم فيه حني بيوت نوم نجيبو لهم في الصالات اي حاجه مخه في ليبيا احنا نجيبوها له شهريته ما يمسهاش شهريته اللي يعطي فيها الحاكم والله ما يمسه ولا يدور بها اصلا هاي سيدي صدقني شهريته اللي يمسه كل شيء من ذهب كل شيء من ذهب اقسم بالله العظيم الداخليه اللي تفكرتهم حتى بقطر ليسانس احنا نصبوا لهم في ليسانس من 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 يجيبوا فيه ذرنا ويصب فيه ليسانس لكرهبهم ونسيركيلو معاهم على الحدود ونامنوا في الحدود ونامنوا معاه والليل ونهار ونمشوا نحطبوا بكرهبنا نجيبوا لهم باش يدفوا باش في الليل يلقوا ايديهم ويدفوا فهمت ولا؟ ما راعنا تو الا ما دارونا المشاكل هذيه فهمت كلمات مش ترس نتاع دم شويه هكا لا 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 ما دارش دم ما دارش دم هو انضرب يا سيدي في القلب فهمت وما خرجش منها الدم صار نزيف داخلي الطفل مهني يحدى في حجر وبتوصل حسب رايك حتى كان دار مقلاعه قطع الخيط هكا وين بيوصل وين بيوصل يا سيدي راهي فاتت الدار تطلع له الشجره ولا ما طلعت وهاي الضرب هذه من غادي مخابرها من مرة شو اسمه فرق من غادي يضرب لحني هاتي القدر لا تصدف بعض النساء ولا بعض الأولاد الصغار منا مشي وناس حني عدا وقت مأتن عدا الوالد بتاعي متوفي جاي ناس تعزي وجاي واحد منه هو من غادي كي يضرب ما أدريش على شوف شوف ناس برا يقولك هذول متجمعين واحد من هذه مش معقول هيك يستعمل واحد يقول لي بومبا قاس بومبا قاس تضرب لهنيا تضرب في فصل غيلان وذوما تضرب في التيار البعد المركز البعد المركز لهنيا دي ثمن ما يقارب فوق ال 500 متر ولا 600 متر صغيرة هيك كانت موجودة حتى هي معنا ايه موجودة هذيك هي ونسوي وقت ظهر هو باش يقول لهم راه خشوا الظاهر روحوا وقت ظهر هو ضربه كثير الضرب دير انت نسوي خشوا الظاهر ودريلية صغار وضاي وجاي هو خاش هو خوه هذا ولد عم وقت ضربت هي في الحيط عدت الاخرى ذي تو ما هاقش بها كان ما قالها والدم وقت خش غادي قالها والدم بابا ها والدم هاك وقت اخناها زنا نسبيتها وهذه جدا في كتفه احتجينا في 2006 مش اليوم اليوم يحكوا على الحوض المنجمي عند الحق هكا غطى لهم اعلامهم يا خويا واحنا توانسه كلنا زي الحوض المنجمي زي ذيبه زي بن قردان زي كل شيء وكيف كيف احداث بن قردان اللي يحكوا عليها في 2007 و2000 احنا في 2006 من بدا بشراره الثوره في 2006 هي راه انطلقت من ذيبه الوطني هذاك اللي متحالف مع الرأسمالية العالمية اللي يمثل دور الوسيط والخائن واللي يسرق في ثرواتنا ويعطي فيها للرأسمال العالمي اليوم هو اللي فقر في الشباب هذا وهو اللي يجوع فيهم وهو اللي ينهب وهو اللي يسرق قبل الثورة احنا يا سيدي ما نحكوش قبل الثورة عطينا من الثورة لتو اش درتنا ترى اش دارونا في اش دارونا وين الغاز الجنوب وين المؤسسات و راهي 54% نسبة البطالة راهو في 150 ألف كما قال زماننا عاد راهي حكاية كارثية جدا حدود
ارهاب، خاتينا الارهاب ونتبروا من الارهاب، واحنا رانا جنود على حدود الذئبه، واحنا باتنا علمونا هكا وجدودنا علمونا هكا. فما حاجه نعيبها الاعلام، الاعلام في تونس كي تقع حادثه في الجنوب ما يجيبش اهل الجنوب ولا ابناء الجنوب اللي يعرفوا خصوصيات المنطقه ويعرفوا طلباتها. يعني زي كيما البارح بلاطون تاع نسمه سي العميد يقول انا نعرف خصوصيات الجهه ونعرف التهريب الجهه، ما يعرفش تهريب الجهه، ما قيمناش نحن كيما المهربين الكبار متاعين الحاويات اللي هم في المواني في رادس وفي واحد. احنا رانا تهريب جزئي بسيط للعيش، ما عندناش كبارات كيما يحكي البارح يقول فما كبارات ويستغلوا في الوضع. لا يا سيد راهو غلط، وتهريب يعرفوه اهل البلاد ما يعرفهاش هو، ونتحداه لكان يعرف ذهبه يقول نعرف ذهبه ما يعرفهاش. كيما السيد عمل قرار بتاع 30 دينار وهو في بيروه نفس الشيء، هو هاك اللي يحكي في البلاتو يقول اني نعرف. لا يا سيد راه ما يعرفش. ايش نشوف التهريب شنو هو في الجهه ولا التجاره الموازيه بذيبة شنو هي؟ شنو هي قيمتها؟ هي كل ما تجيش 50,000 و60,000 دينار اللي يدوروا بعض ريت البلاد. عندنا معبر حدودي مهدد، برغم عندنا الحدود قريبه مهدده. سي العروي هذايا قول له عندك ارشيف نتاع البوابات نتاع الشباب اللي مشيت سوريا نتاع شباب مشيت الجهاد ومشيت التراوين، طلع لي واحد ذهبي عند العقليه هذه، عقليتنا نظاف، ناس نظاف وناس عطينا درس في الوطنيه، عطينا درس في الوطنيه في الانتخابات في الديمقراطيه في ترشنو، وهم عطوه درس في التخلف وفي الانحطاط وفي الجهل وفي الردع وفي الديكتاتوريه.